السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا شباب؟ معاكم عبد الله غازي، عساكم بخير بإذن الله. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن ويب سايت أو تولز احنا بنستخدمها دايما لما بتكون مزنوقين زي دلوقتي. أنا عارف إن كلكم مزنوقين في المشاريع والبرزنتيشنز اللي عليكم، فالتول دي أو الموقع ده ممتاز جدا إنك أنت تعمل جنريشن ل نقدر نقول برزنتيشن بالـ AI. انت بس هتديله الموضوع وهو هيبدأ ان هو يكتب لك عنه كل حاجة. تعال نشوف كده الدنيا هتمشي ازاي. فخلينا نبدأ. اول حاجة لينك الويب سايت ده هسيبه مع الفيديو ده. شوف انت هتكون بتسمع الفيديو ده فين، هتلاقيه وقتها في الديسكريبشن او في اول كوماند. اول حاجة هعمل تسجيل في الموقع، وقتها هسجل بحساب جوجل. هقدر ان انا اختار حساب جوجل اللي عندي، اختار حساب جوجل الخاص بالحاجات دي. مهم جدا ان انت يكون عندك اكتر من حساب، كل حساب له حاجة معينة. اوكي، مفيش اي مشكلة. هنا بيقول لك هل انت تيم ولا انت شخص واحد بس، وهنا بيقول لك هو الورك سبيس بتاعتك انت عايز اسمها ايه. انا سيب كل حاجة زي ما هي. بيقول لك انت عايزه ليه؟ والله انا عايزه للدراسة. انت هنا ممكن ماشي، انا لا انا اكبر من كده، يعني اختار اي حاجة، يعني كده كده ده مش هيأثر على شغلنا. طيب هيظهر لك حاجة بالشكل ده. اول حاجة هنا لو ضغطنا عليها بيقول لك ان انت تقدر تكتب موضوع معين، تقدر ان انت تديله ديسكريبشن خفيف كده عن الموضوع اللي انت محتاج تعمل عنه برزنتيشن، او انك انت تعمل امبورت فايل من هنا لو انت عندك ملف بي دي اف محتاج ان هو ياخد منه الداتا اللي محتاج انك انت تتكلم عنها. وليكن ان انت عايز تتكلم عن الاي ال يو، عندك ملف بي دي اف موجود فيه بعض النقاط الرئيسيه اللي المهم تتذكر في البرزنتيشن بتاعك. ده لو انت عندك بعض النقاط الرئيسيه انت محتاج تكون موجوده في البرزنتيشن، او ان انت تقدر تكتبها دايركت من هنا. احنا لا احنا عايزين هو يكتب من دماغه، فرجع تاني. هنا طبعا امبورت فايل. المهم احنا خلينا في النقطة اللي هي في النص، ان انا ما عنديش اي نقاط رئيسية، انا هديك اسم الموضوع وانت تبدأ انك انت تعمل لي البرزنتيشن. طيب من هنا بيقول لي انت عايز برزنتيشن ولا انت عايز ويب سايت ولا انت عايز دوكمنت. دوكمنت هنا لو انت عايز ملف وورد او انت عايز تعمل ريبورت عن الموضوع ده. انا والله عايز برزنتيشن. طيب هدخل اسم الموضوع، وليكن زي ما احنا قلنا Arithmetic Logic Unit Design اللي هي ال ALU. هنا بيقول لك اختار اللانجوج انت عايزها، انا هختار الانجليش زي ما هي. تمام، هنا عايز كم عدد السلايدز، فهنقول مثلا احنا عايزين سوري احنا عايزين مثلا ماكس اقصى حاجه من غير مدفوعه 10. هنقول له يعمل جينيريشن، اداك المواضيع الرئيسيه اللي هو هيبدأ ان هو يتكلم عنها. دي هي المواضيع الرئيسية اللي هيتكلم عنها. ممكن ان احنا نضيف حاجة تانية، بس ده طبعا هيبقى ممكن تبقى فلوس. تعال نجاوب كده، انا بجاوب معاكم على فكرة، يعني انا بجاوب معاكم. ممكن مثلا نتكلم على ممكن نقول مثلا كومبينيشنال هي اليو، وشوف مثلا هيقول لي. تعال نعمل خليه كده يعمل جينيريشن، هو قبل. تمام، طيب خلينا هنا نبدأ ان احنا نشوف. هنا بتبدأ ان انت تختار التمبل التمبلت بتاع الشكل اللي انت محتاجه. تبدأ ان انت تختار الشكل اللي انت محتاجه. شوف بقى، يعني مثلا انا هختار وليكن الشكل ده، حاسه هيبقى لطيف. فا اوكي هنبدأ نختار الشكل ده، نبدأ ان احنا نعمل جينيريت من هنا، ونبدأ نستنى نشوف هو هيعمل ايه. زي ما احنا شايفين بدأ ان هو يكتب لي السلايدز بتاعتي كلها.
طيب زي ما احنا شايفين يعني هو بصراحة طول ممتازة جدا. ممكن يكون في بعض شوية تعديلات عايز تعدلها، زي مثلا الصورة دي مش مظبوطة قوي، او انت عايز تغيرها وتجيب صورة تانية، عادي جدا تقدر تدخلها تغيرها من على الويب سايت نفسه، او تقدر انك انت تنزل الفايل ده عندك وتبدأ انك انت تعدل عليه. انا شايف ان هو يعني ممتاز جدا. طيب نقدر ان احنا ننزله منين؟ من شير، تقدر انك انت تعمل اكسبورت، من اكسبورت تقدر انك انت تنزله كباور بوينت او PDF. تمام، تعال ننزله كباور بوينت، يبدأ ان هو يحمل. تقدر ان انت برضه تعمله شير ما بينك انت وزمايلك، تاخد اللينك ده وتبعته لزميلك. تقدر انت تضيف هنا لو في نفس يعني في شخص ليه اكونت على الويب سايت ده، تقدر انك انت تضيفه من هنا. طيب هو نزل هنا، تعالى نبدأ ان احنا نفتحه ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما انت شايف كده فتح معانا. نقدر ان احنا نعدل زي ما احنا عايزين، يعني مثلا الصورة دي انا عايز اشيلها واحط مثلا حاجة تانية، اقدر بكل سهولة ان هنا شيلتها، اقدر ان اشيلها واحط اي حاجة انا محتاجها تانية. بصراحة طول ممتازة جدا ممتازة جدا. لو انت مش عايز تضيع وقت في انك انت تعمل برزنتيشن، او مش انت عاي... او مش عارف ازاي تعمل برزنتيشن وحط مواضيع ايه، فهتساعدك جدا. طبعا هنا لو انت عايز تعمل انك انت عايز تعمل بريزنت من على الويب سايت نفسه، تمام، يعني حاجه زي كده، انت عايز تعمل برزنتيشن من الويب سايت نفسه، مش ما عندكش باور بوينت عندك على الجهاز، تقدر تستخدم الويب سايت نفسه انك انت تشتغل عليه. بس انا كنت حابب ان اوضح لكم التول دي. طبعا في تولز كتير تانية بتعمل نفس الفكرة، لكن انا لقيت التول دي انسب حاجة ومريحة جدا وما فيهاش اي مشكلة بالنسبة للدفع والكلام من ده. ده بكل اختصار.